السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم متواجدين وياكم من منطقه العلاوه، وراح نشوف ناسنا الموجودين هنا، طبيعه السوق، مناشدات الناس، وبالتالي ايضا كثير من الامور والقضايا اللي ممكن راح نناقشها مع الناس اللي موجودين هنا. استاذنا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا المعلق الرياضي عباس داوود، شكرا لقناتكم الموقره، شكرا للمراسل المبدع، شكرا للمصور المبدع، ونتمنى لهذا القناه قناه الايام كل الخير والتوفيق. والسوق السوق غني عن التعريف. ما خطيره لا دوم الضحكه لك استاذ علاوي المبدع. اتمنى اني لكل طيب مثلكم ومثل امثالكم مثل الكادر مالك ان يكون هيش يعني قناه حلوه. وانا ثاني مره اسال بالقناه. الله يسلمك والله يخليك. وانا وياك صنف لان انا اساسي رياضي. الله، من صار لك تعلم؟ من هواي من 69 معلم، يعني من كان استاذ مؤيد الف رحمه على روحه، ابو خمس لغات، استاذ مؤيد البديع. علقت بذاك الوقت وياه؟ علقت، لا ما علقت بذاك الوقت، ما اخذت فرصه، بس فرق شعبيه هواي معلق من كان هو. اما هسه سمير القاسم تحياتي وتقديري له، متوفى الله يرحمه، بالعراقيه، علقت من كان شبكه الاعلام العراقيه بقصر المؤتمرات. كان علقت دوري؟ دوري علقت، اي انا وشدراك يوسف الله يخليه ويعطيك الصحه. تحياتي وتقديري لفيان فايق ايضا من زملائي. الله رعد ناهي قحطاني المالكي على سرحان لك حلاوي الورده المبدع. واتمنى ان يكون العراق بخير، اتمنى ان يكون التالف والرحمه موجوده بين. حاليا وين هسه استاذ عباس؟ والله قاعد بفندق وانا معلق رياضي وصحفي. ما زامنت المنع عفتها بهاي الفتره؟ راح اراوك الكتب الرسميه اللي بجيبي قد ناشدنا. يعني اي والله شايلهن وياي. ناشدت على شنو؟ ناشدت يعني انه معلق رياضي وصحفي، ولا مو بس انا، كل المعلقين وكل الرياضيين وكل الفنانين قاعدين. يعني شو هسه مثلا انا منطيني المحافظ راح تقرا انت الكتاب كرفان. اي والله هسه راح تقرا انت الكتاب بتوقع هذا الكتاب موجود. زين احنا استنتم المعلقين هم تابعين نقابه الصحفيين. اي طبعا، اي طبعا، صح طبعا. فاحنا اذا اريد نناشد الناشد النقابه، الناشد لا، احنا خلي الناشد المحافظ اول مره. زين هاي السياره سرحت علينا. هذا كرفان عندك الى محافظه بغداد. سيد المحافظ نرفق لكم. طيب هاي 2014 علما ان الاعلان يعمل. انا اعلامي ومعلق رياضي. جمهوريه العراق باسم محافظ بغداد. نعم. صار علي هذا؟ والله لحد الان ماكو شيء، يومي باكر، يومي بعد اسبوع، هسه اخرا يقول لك. شو تريد؟ شو تريد؟ الكرفان تريده؟ احسن من ماكو. والله على صار علي احسن من الماكو. بس هذول بس وعد، يعني هذول يقولون بس وعد، ولو الناس هم ما قصروا. واحنا بالنسبه للاعلاميين نفوت ونقعد ونسولف، لقاءات هوايه. ما صارت استجابه؟ لا والله، حتى صوروا بيتي قبل ما اجي للفندق، معاناه صعبه. ومو بس انا، وانما حتى الفنانين. دور النقابه هنا وين؟ نقابه الصحفيين مثلا استاذ مؤيد اللام هو؟ لا بالعكس، ما مقصرين يعني. احنا بالنسبه هوايه رحت التقيت هوايه هوايه هوايه. يعني هو شنو العمل مالنا اللي نسويه؟ ينطون حقنا يعني. مثلا تروح، بالتالي حقك هذا، انت خدمت، تعلق المباراه، تروح لقاءات، تروح كل هاي الاشياء. هسه حضرتك انا اول ما سلمت عليك انت بابك مفتوح، انت وقناتك والمصور. احنا بالتالي احنا هاي المناشدات، احنا واجبنا استاذ عباس ننقل صوتكم وصوت الناس اللي موجودين. شيء حلو يعني. شوف من تلقى هيك مراسل، مو انا لانه هسه اول مره اشوف استاذ علي، يعني هاي العالم كله ترتاح للانسان المثقف. انت مبدع، انت متواضع، انت طيب، واجبي وغصبا علي. الايام اللي تحيه من كل قلبي اقول من المدير الى الحارس، أنا أقدم له كل التحية. هسه بالوقت الحالي قاعد؟ لا لا لا، أعلق أعلق بس قليل يعني. هسه مثلا تحياتنا وتقديرنا لرعد ناهي. رعد ناهي يعني مرة من الاختبارات راح لمحمد خلف، قال له يابا أستاذ عباس معلق رياضي وجيد. أبو طيبة محمد خلف؟ محمد، الله تحياتي وتقديرنا لأبو طيبة، صاحب فضل علي، صاحب فضل علي. قال له يابا دير بالك على أستاذ عباس داوود. رعد ناهي أيضا تحياتنا وتقديرنا لرعد ناهي. قال له يابا أستاذ عباس صوته حلو ومعلق رياضي حلو ويقدر يعلق بالدوري، لكن تصعب عليه الانجليزيه. شنو قابلنا على كاس العالم؟ ماكو تعليق انجليزي. تمام لو استاذ، يعني فاني من هالمنبر من هذا المكان اقول له يا استاذ رعد تحياتي وتقديري لك، انت بهاي الفقره ظلمت. عتب كبير على استاذ رعد. اي والله انا من كل قلبي اقول له انا يا عاتبك يا استاذ رعد، لانه المعلق الرياضي من يعلق لدوري انديه القطر يعلق عربي.
اللغه الانجليزيه ما تتدخل بي لانه ودي اعلق على كاس العالم. خدمتك هاي خلف الكواليس. نعم نعم استاذ، يعني هسه مثلا انا اشوف من نريد ذكرنا شدراك يوسف كان عن التعريف الخلفيه مالته خلفيه رياضيه هوايه وثقافته الرياضيه عاليه، وايضا انا اشتغلت وياه قلت لك في شبكه الامن العراقيه من شان تبقى سلم الاستمارات، كان احمد الركاب ومدير عام سمير قاسم اللي توفى مخرج النشر الرياضيه، وحتى طلع صوره مالتنا سمير قاسم ملعب الصناعه الكرخ الجويه، قال يا بنتوا المعلقين طلعت تحت صوره مالكم راح تطقون، يعني لحد الان اتذكر كلمه من سمير قاسم. يعني ببالك هسه باقي بمخيلتك بذاكرتك انه مباراه مهمه علقت عليها؟ اي ملعب الصناعه الكرخ الجويه علقت عليها وباقي ذاكرتي من زمان والله. التسعينات؟ لا 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 هسه هسه بالسقوط هي ملعب الصناعه الكرخ الجويه حلوه. العراقيه كانت؟ على العراقيه كانت. اي فيان كان قاعد وياي لان كنا نقعد معلقين اكثر من واحد. وياي سهاد اسماعيل، حسين بديع كان. تحياتنا وتقديرنا لحسين بديع ما ذكرناه. ونتمنى كل الناس الطيبين، وانا من هذا المنبر الحلو من هذا الكادر الحلو، كادر الورود راح اسميه مو كادر الايام. نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم، وبالتالي ايضا هي رساله لكل المعنيين اللي ذكرهم استاذ عباس على اعتبار انه معلق وخدم كثير بهذا الوسط، وبالتالي هو ما راح يتغير بس حقه كرفان او ما شابه ذلك. متواصلين معكم، خليكم معنا. جعفر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا ميت هلا. بدايه نسولف على موضوع انه الوضع الاقتصادي بالوقت الحالي، خصوصا انه بعض الافران او اغلب الافران حاليا جايعانون من موضوع النفط، موضوع الطحين وارتفاع الاسعار وما شابه ذلك. حقيقه هذا الموضوع الصراع من اجل البقاء. الصراع من اجل البقاء، هذا عنوان جيد. اي نعم نعم، صراع من اجل البقاء. شلون؟ انا اقول لك شلون. اللي يشتغل قديم راح يصمد، الجديد لا ما يقدر يقاوم، ما يقدر ما يقدر، لان على مو على معامله، مو شغله معامله، لا يعرف شلون يفرقها. شلون يفرقها قديم ولا جديد؟ والله يعني جديد انا بالنسبه لاهلي، صار لي 35 سنه بايش. قديم 35 سنه يعني اصغر واحد فيهم. الله يحفظ اهلك ان شاء الله. الله يسلمك. زين شلون خلصت من هاي الموضوع؟ والله نفرقها، يعني انا اقول لك شلون نفرقها، نفرقها يعني نوبات، نبيع كميات جمله، هاي الكميات الجمله نفرقها شويه بالاسعار، يعني نسد لنا صفحه. عرفت شلون؟ كاف بعد الصوت. النفط بايش اسعاره هسه بالوقت الحالي؟ والله اشتغلنا به من مليون وربع، بالشتاء ينزل يصير 500 550 600. هسه بالوقت الحالي ايش قد؟ هسه حاليا مليون. اي مليون الالف. بيت كان سابقا هو هذا عاده بالصيف يصعد، اي لان يصير عليه استهلاك وطلب من المولدات وكل المحروقات يصعد بالصيف. جعفر سؤال، انت بما انه معجنات هسه عملكم فقط بالغاز او بالنفط بالكهرباء؟ شوف انتم غير اغلبها كهربائيات. عندنا الخماره تشتغل على الغاز، خماره على غاز وكهرباء، وعندنا الافران تشتغل على الغاز، وعندنا افران تشتغل على الغاز. وانت شنو تستخدم؟ غاز وغاز وكهرباء. ثلاثة اثنين. زين، بدنا حصة لو تشتريهن لو شلون؟ كلهن ماكو أي حصة، كلهن أشتريهن تجاري. تجاري يختلف سعره؟ كله تجاري. يختلف سعره؟ إي طبعًا. هسا الطحين بيش بالسوق؟ الطحين ماكو طحين مدعوم من الدولة. تركي هسا موجود بالسوق؟ لا موجود تركي. ليش سعر الكيس؟ سعر الكيس تقريبًا 51 يوصل لك. واصل. كان ب 35؟ لا كان اقل، حتى 27 26 كان موجود. وهذا ارتفاع شوف الصادق. ها من بعد ما صار 1/3/2022 صعدت المواد. الدولار؟ ازمات عالميه. ما لها ما لها علاقه. الاقتصاديه؟ دولار صعد ل 18000 20000 ما لها علاقه. هاي ازمات عالميه. ايه. هسه من موضوع الدهن. الدهن عالميا صعد، زيت يعني اي زيت اي نعم.
بسبب الحروب هاي العالمية؟ يراد حرب عالمية ثالثة. يراد حرب عالمية ثالثة. يقول يا الله. تقول ليش؟ بشرة كم وصلت ليش؟ تقول لي ليش؟ فلوس زايدة اكو بالعالم، اكو فلوس زايدة، يراد لها حرق شوية حتى ترجع الأمور طبيعية. البشر هم زاد على الكره، والبشر هم زاد 9 مليار هواي. شوفونا سفينه نوح يا ولد، اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك جعفر. شلونك؟ شلونك حبيبي؟ كعك ايش صار لك بهاي المهنه؟ ابوي انا ما اشتغل، انا دراسه عادي. ها والله، يعني انت ما تشتغل هنا؟ لا تجي تغير جو؟ بس بالعطلية. يا صف ثالث متوسط نجحت. نجحت؟ اي يا الله، واخيرا هاي الراد هذا بيها ابو جعفر. قل معدلك 73. راح تروح اعدادي؟ معهد. لا اعدادي علم. ما تروح معهد؟ لا تروح معهد. زين، سولف طبيعة الدراسة بالسنة الحالية. لا والله زين، ماليش. الالكتروني صعب. لا ما درسنا الكتروني هسه. حضوري؟ كلها حضوري. دروسكم؟ لا حضوري، كلها حضوري. كلها حضوري. العصر هنا ساعد والدك؟ لا انا ما اجي بالدوام، بس بعطلة. العصر يومين تجينا؟ لا اجي يومين. يومين جاي تجينا؟ ايه. لا بين يوم ويوم اجي. انا ساعد والدك لو بس اسمك واقف هنا؟ لا ساعد طبعا. ساعد والدك طبعا. تعرف وين؟ اي اعرف. بس هذا كل شيء اعرفه. بس بعده مو خلفه مو؟ لا لا. بعدك مو خلفه؟ لا لا. ناوي تشتغل هاي الشغله لو تروح بالدراسه؟ لا اروح بالدراسه. يعني ما تورث هذا العمل؟ لا ما يفتح افران. لازم تعزله. اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم من سوق العلاوي. خليكم معنا. عيوني قلبي الله يخليك الله يسلمك. نسولف على السمس والله، شنو وضعك بهاي الايام؟ والله وضع هي خربانه. هي خربانه؟ خربانه. البدايه بديت ليها خربانه. هي خربانه مو قصه هاي، او العلف كان نازل. زين. والموسم مات التكاثر، قالوا التكاثر خلص، التكاثر مات هسه صعده والعلف. التكاثر مات يا موسم؟ التكاثر الرابع والثاني والثالث. هسه صعد. صعد العلف؟ العلف مصعديه هسه، هسه شويه نزل، العلف نزل شويه نزل. والله كل استصار بسبعة ونص، كان بتسعة، تسعة ونص، عشرة وصيل، هسه بسبعة ونص صار. سبعة ونص. نعم. ليش جاي يعني؟ سبعة ونص. إيه قاعد جيبك ستة. زين ليش اليوم وصل بعشرة؟ صعب. ليش قاعد أقول لك أنا؟ هسه شوي نزل وبعد ينزل بعد. كم نوع عندك هسه نابلها؟ بس كاريبي. الله. وعندي مال البصرة بياح. ذاك شنو ذاك؟ هذا بياح. اسمه؟ بياح. 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 وذاك؟ مال البصرة. هذا عندك دعيتشي صحوله. دعيتشي؟ دعيتشي ما شط هذا مالك. ما شط؟ ما شط. ليش ذاك؟ ذاك بثلاثة كيلو. كيلو. ايوه مال البصرة بسبعة بستة. ذاك ما يشوي. عادي هاك يشوي عادي. يتحمل شوي. يتحمل عادي. والله هذا بيه سكر، من سكر ما بي دهن داخل. زين. ناشف داخل. ايش صار لك هنا بهاي المنطقة بوتو؟ انا من قالب، انا ولادتي هنا واهلي هنا. بالعلاوي. طيب قدم واحد. من زمان. الحمد لله. وبالسمك ايش صار لك؟ بالسمك صار لي 17 سنة. 17 سنة. نعم. أنا مترقبة بالصيف لو بالشتاء؟ لا بالشتاء حاري وكتل. والله العظيم بالصيف ما يراد؟ بالصيف قليل، الأكالة ياكل. بالعشاء لو غدا؟ لا العشاء ينهجم بيته خطيه. اي يشقع وحارة. حارة لا يعني شغلك بس الصبح والظهر؟ بس الصبح. أهلا عيني يابا. كيلو ون بخمسة يومين. كيلو بخمسة؟ لا لا هاي كيلو ون بخمسة. كيلو بخمسة اي تقلب على ما نسوي. لا هو قلب شوف يا نوعية تريد زين هنا الحركه؟ السيلة والله صار لي اربع ايام والله تعبان الحين. كيف الوضع؟ الوضع الجاي مخربط. اي كان السوق خير من الله. يشتغل احتياجي. حتى لو صار اثر على دخل المواطن لو شلون الحركه قلت؟ الحركه ما قلت زين رحمه من الله سكوا عالم وهاي تاع الظهر ولا بشر، الصبح ولا بشر. طبعا مو على الحاره لا، عالم خايفه عمي. والله الخضراء قريبه علينا. والله الله موجود. شو تسوي؟ خايفين والله. شو تسوي يا هاي العالم؟ تبو شوي؟ ايه. اعطيني احسن طريقه بالشوي شنو؟ شوي بغدادي حلو. شلون بغدادي؟ تعليق كله تعليق. تعليق؟
هسه هاي طريقه بغداديه؟ لا هاي طلعوا جد جديده طباقات وهاي قبل على العوادين. على العوادين؟ على العوادين. شوي خشب؟ اي طبعا مع الشجر. هسه هذا حطب عادي مال سكيب وهاي. شنو اللي يختلف؟ هاي نار وديش نار؟ ذاك مال الشجر. شنو اللي يختلف؟ مال رارينج. حطب طعمه يختلف. طعمه السمكه بالشوي؟ اي طبعا حطب. غير الطعم مالته. ما الشجر غير طعمات هسه قام يشتغلون سكيب مسكيب مكعبات نفس الطعم. هسه الذواق اللي يريد يجي منها يشوي له سمكه مرتبه وياخذ الغداء ويروح تشوي له بحطب بمرانند هذا رانند مال شجر يتاخر مال الشجر غالي. غالي يعني قصدي اذا تجيبونه سعر الشوي يختلف مثلا يختلف وحده بخمسه تسوي الشوي هذا الاحتياطي بثلاثه. العالم ترغب هذا الموضوع؟ ترغب. لا اكو عالم ترغب الى اكاله الى ترى اكو عالم لا اسلق بسرعه نص ساعه واريده هذا مو سقف هذا هاي سريعه يسحونه. وذا على الحطب مال الشجر على مال الشجر ساعتين ساعه ونص سمكه لوز والله تاكل حتى العظم. ومنين نجيب هسه الاجزاء؟ من الكراده. الكراده؟ نعم. تشتريه هذا؟ اي نعم اكو احواض محواض. ليش بالله تجيب الشجر؟ الشجر لا منا من يمنا الشجر غالي ما نجيب احنا والله الوزن 35 ب 40 توصل الوزن. الوزن ايش قد فيها؟ يعني نص عرب انا تطلع قليل شيء قليل مكعبات يعني تشوي بيها 10 سمكات خلصت. بس انت بس سمك تشوي دجاج اشوي كل شيء اشوي اجنحه دجاج افخاذ. على المناسبات ما تشتغلون؟ عادي لا ما نصير عادي يعني ايش قد تجهزون؟ 100 سمكه تجهزون؟ ويا الرزق يعني مثلا اذا جتكم ايش طلبيه؟ طلبيه 100 سمكه نشويها 100 دجاج نشويها ما عندنا مانع عندنا هاي شوايع وعندنا جوا. اي نعم. وهسه بما انه احنا باجواء شهر محرم الحرام يعني موسم يعتبر له مو موسم ثوابات يجيبون من برا واحنا نشوي احنا نشوي واحده بثلاثه بس تشوي بالف ونص هم احنا مشارك فيه. نعم شيء طبيعي شلون العاد. اتمنى الله يديك اشكرك اشكرك على مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من سوق العلاوي خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حبيب قلبي علي بالبدايه احنا ندرب هذا الشارع قديم اي والعلاوي تاريخ اكو فنادق لحد الان موجوده واقدر اقول تراثيه صحيح. هاي ايش قد اعمار الفنادق الموجوده؟ يعني قديمه. ايش قد تقريبا؟ قديمه كلش يعني ما تقريبا اكثر من 50 سنه. والله من زمان يعني من زمان كلش زين. هذه اذا ملكيتها لمن؟ تابعه لكم للحكومه؟ استثمار؟ ما هي استثمار تقليدي؟ نعم. ايجاراتها ايش قد؟ والله ايجاراتها مو سوى يعني كل فندق انا ما اعرف يعني صاحب فندق. انت هسه صاحب فندق؟ اي زين. ايش قد الايجارات العده؟ والله الايجارات مو سوى يعني اكو فنادق تعبانه. اسم فندقك؟ انا عشان فندقنا سعره يعني اجاره 850. نزيد هسه اللي يجي الليله بيش بي. اكو يعني هم يعني مو سوى اكو غرف مثلا سويت خاص اكو سويت العوائل اكو نفر يعني ياخذ غرفة واحدة. هل قدوته؟ منين الاسود؟ لا اكو. كم غرفة؟ عندك؟ عندك 15 غرفة. 15 غرفة بيش ايجارها؟ اكو غرف ب 20 اكو 25. شنو الخدمات اللي عندكم متوفرة؟ خدمات شاشة بلازمة ثلاجة. لا شاشة لو بلازمة حدد. بلازمة؟ بلازمة. ايه سويت يعني شو اسمه؟ تبريد؟ تبريد سبلت. سبالة. ايه زين. جراج كذا؟ جراج يعني موجود. لوندر موجود عندكم؟ لوندر؟ لوندر لوندر لا. ها. نعم. ماكو ماكو. ايه. زين هسه خريجين معاهد السياحة وكليات السياحة جاي يشتغلون عندكم ولا ما يشتغلون عندكم؟ خريجين شنو؟ خريجي السياحة. ما أعرف يعني تجي نزلاء من لا. أي. بس أنتم من يشتغل بالفندق؟ آن. أكو مدبر؟ أنا. مدبر موجود؟ نعم. أنت مدبر وريسبشن وكذا؟ ايه. وطباخ؟ ايه. وتجي؟ بعد اخليكم بالجراج هناك. شلون يصير؟ قول يعني هاي كلها انت؟ لا مو يعني اكو اكبر من عندي واكو شو اسمه؟ ايش صار لك هناك؟ والله انا صار لي اشتغل بالفندق يعني؟ من 2015. زين النزلاء اللي يمكم يجون محافظات لو بغداد لو شو؟ لا بغداد ممنوع. بغداد ممنوع؟ فقط محافظات. ليش؟ ممنوع من الاستخبارات. امر هذا؟ امر من السياحة. ليش؟ يعني ممكن واحد ببغداد مو انا اقول لك يعني يجي من بغداد لازم عنده فد مشكله او شيء يعني ليش اذا بيته قريب هو بغداد يجي للفندق على شنو؟ واذا متعارك ويا ابوه شو يسوي؟ يجيب لنا موافقه و... من ابوه متعارك وياه موافقه من الاستخبارات. من الاستخبارات؟ ايه. لا
رحنا بشيارة احسن له. احسن له. هاي هوس على ما تجي الموافقة يومين. اي. وباليومين راجع لاهلنا. احسن له والله. شلون الحركة في هاي الفترة؟ والله يعني هسه بالاوضاع هاي تعبانة، شوية مظاهرات والطرق انقطعت. اي. أثرت عليكم؟ أثرت. هسه كم نزل عندك اليوم؟ ولا واحد؟ 10. 10 واحد؟ اي. زين. عم تمر عليكم أيام ماكو ولا نزيد؟ طبعًا. واي هاي الأيام لو؟ واي. معدودة. مرات. شنو مرة؟ يعني اكو هسه مثل ديك المره كورونا اجتنا سدت علينا كل زين، يعني مرات الشغل يوم زين يوم مو زين هيك. بالتوفيق ان شاء الله. رحب من قلبي. الله يسلمك. شكرا الكرام، متواصلين وياكم، خليكم معنا. طالب سادس ورئيسك انهارت. اي والله العظيم كله يعني دور خصوصي بالله العظيم. مدرسه كل الدول اصلا المدارس كلها اذا ما تدرسها من المدرسه الخصوصي ما تنجح ما تدخل. تدرس دين خصوصي؟ اي كلها خصوصي والله. ليش خصوصي برضه؟ اقل درس 700 650. درس الواحد؟ اي والله. يعني اذا خمس دروس بالسنه ايش قد؟ بلك 3 ملايين راد لك. 3 ملايين؟ اي مدرسه دوام ماكو. حتى تعبر السادس. اي والله. زين دور الكوادر التدريسيه شنو مثلا؟ كل شيء ماكو، تروح الدوام، نداوم بالسبعه ونص نطلع بالتسعه. ما يقرونكم ما تفتهمون؟ لا والله ما يقرون، دور كله خصوص الله شاهد. ومن يدور خصوص؟ نفس الاستاذ؟ نفس الاستاذ تفهم خصوص، ما تدخل ما يدخلك. يعني ما يدرس؟ ما يدرس، ماك تدريس. بس تروح المدرسه ما يدرسك ما يفهمك؟ ما يدرس، شي درسك يعني يعطيك مثال مثالي يخليك تدخل لازم الا تروح للبيت الله يفهمك. هو ما يدخلك، هي متقصد. تدرس يوم غيره يرسبك. والله العظيم استغلال هذا الوضع. اي أيوة والله. الله شاهد. اي والله. يعني بس طلبه السادس؟ اي ما تدخل لازم تدفع لك اقل شيء. اقل شيء 500,000 600,000 لازم تدفع للمدير الله يدخلك. المدير. اي الله يدخلك، هو اصبحت هيك والله العظيم، جاي نواجه هواي صعوبات. زين، وهاي الحالة شلون؟ هاي لازم تدرس، هاي لازم يعني تشتغل تتعب عم تطلع المدرسين. اي والله العظيم. ويش مخلص؟ ايوه كله مخلص هيك. انت عندك علم ورا السادس اكو جامعة، اكو ملازم، اكو احتمال جامعة أهلية تروح بها، فالطالب ايش قد يحتاج مصاري؟ ما تقدر، لازم يعني لازم تشتغل ولا تدرس، تدرس تشتغل، تشتغل هذول تشتغل بالحر. انت من هذا النوع؟ ها اي والله من هذا النوع. اشتغل بالسوق والله. شو اشتغل بالسوق؟ اشتغل عامل مع دجاج، محل اسمه دجاج. اي والله. ترجع تقرا؟ ارجع اقرا. انت تشتغل حتى توفر فلوس القسط؟ اي والله. لا عفوا فلوس ال فلوس الخصوصي لازم. بس انت دارس خصوصي؟ دارس ادرس خصوصي، قبل شوي جيت من الخصوصي. كم درس دخلت من الخصوصي؟ دخلت 5. 5؟ كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات. اي هذول كلهم. اي بعد خلينا ندرس بالبيت اذا هيك الحكي. اي والله العظيم. والله ندرس بالبيت بعد ما يمر نروح مدرسه وتعبان. هاي مصاريف، دوام ماكو، ما يخلوك تداوم، تدرس يوم خصوصيتي ما لا، لا تداوم اصلا بعد. منو المدرسه؟ هو ما تداوم اذا تخصص بعد هاي هو يخليك الدرجه من يمه. تمتحن بالبيت. اي والله العظيم هيك اصبحت. يعني بس افهم نقطه، هو نفس ابو الخصوص المدرس او المدرس عفوا. اي. ياخذك الصبح بالمدرسه. والعصر بالبيت. بالبيت. نفس الماده. نفس الماده بالبيت. اي والله. مدرسه؟ مدرسه العراق موجوده بالرحمانيه. ما اشتكيتوا؟ ما حكيتوا؟ ما ما كل المدارس هيك. هاي الوحده عندها كلها هيك. الوحده ماكو دوام اصلا. هاي ماكو دوام، ما يداومون. اي. تعرفون من المدير؟ كتلون المدير. اذا ما عندهم فلوس كتلون المدير. خلل بالطالب لو بالمدرس؟ لا خلل بالمدرس، ما لهم شغل الطلاب. فهم يلقون الفرصه اللي عندهم لازم يدفعون الفلوس، هم هذول المدراء ايش يسوون؟ إذا وصلنا لهذه المرحلة فعلا موضوع خطر. أنت مدرس أو معلم، من يجيك الطالب أنت وظيفتك أصلا تشرح له المادة وتسهلها له وتوصل له الصورة وتفهم المادة. أنت يعني من الصبح يجيك الطالب والعصر يرجع لك خصوصي، ما أعرف شنو هذا التناقض هذا اللي موجود بالكوادر التدريسية والتعليمية. يعني احنا ما نريد نتهم كل الموجودين من الكوادر التعليمية والتدريسية، كثير هواي ناس منهم يستحقون التقدير والاحترام، لكن في نفس الوقت هواي ناس وصل موضوع الجشع. يعني الصبح يجيك الطالب الدرس بالحكوميه، انت اذا هيك من تداوم بطل المدرسه وفتحها بالبيت او خذ لك شقه وسوي معهد ودرس الطلاب.
ليش تجي الصبح وبتعب نفسك وكلف نفسك وقاعد يعني في سبيل الراتب وانت وتالي مستلم راتب ما كفاك الراتب رجعت على نفس الطالب تجبره يدخل خصوصه دام ما دخل خصوصه ما راح يوصل لك الماده ما يوصل اصلا ما يدخلك بكالوري هسه ايش كم طالب بالصف وياك داخلين خصوصه عند نفس المدرس كلها ثلاث ارباعها كل قاعه تقريبا 20 ونفس المدرس ياخذكم بغير ماده لو بس بماده واحده لا ماده واحده كل واحد وماده مالته لا ما تدخل يوم هذا سمع هذا المدرس داخل يوم هذا يشد وياك ليش ما تداوم اهليه مو احسن لك؟ ها؟ تداوم اهليه؟ شو تسوي والله هاي المدارس بعد شو تسوي؟ يا اخي الثالث انا بس الثالث او خمس من عدل اي والله العظيم اي والله ليش؟ ورسبت لان ما كنت ادريس درست يوم هم قروني زين رسبت بكالوريا ثاني سنه اضطريت اقرب البيت نجحت والله العظيم ثاني سنه ما دخلت مدرسين نجحت الاف الطلاب او اول سنه يوم هم ما نجحت والاف الطلاب كلها لا 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 العالم كلها والما عنده يبطل هلا الاخوي هلا بيك نعم مشاهدي الكرام والله العظيم موضوع خطر جدا حتى اليوم يا موظفينا يا ناسنا اللي موجودين بالدوائر الحكوميه والمعنيين انتم اليوم مثلا من جاي تدرسون ما توصل الماده قصدا او متقصد انت ما جاي توصل الماده للطالب في سبيل يجي يدخل عندك خصوصي شلون اقتنعت انه تاخذ راتبك وتنام وضميرك مرتاح. وهاي الطلاب آلاف مثل الطالب هذا اللي موجود هنا، يعني بس الصف مالته انا متاكد انتم موجودين على كل المواد داخلين خصوصا بس الفنيه والاسلاميه. كلها اي بس اسلاميه وفنيه كلها. فانتم يعني لا مدرس لا واحد ولا اثنين واحسب على 30 طالب ايش قد الفلوس؟ والطالب اذا ما عنده شلون؟ من جاي دارس حكوميه وداخل ويدرس وهنا كلها كسبه الله شاهد لا راتب رعايه لا رواتب لا كل شيء ماكو كل شيء احنا نتمنى من الجهات المعنيه وزاره التربيه المشرف التربوي على قولتهم قبل كان هذا يفتر حتى نسيته والله العظيم كان يفتر على المدارس يجي المشرف التربوي ويحاسب المدرسين انتم ذول ما يجون لكم مثلا تنقلونهم مشكلتكم حتى لو يجون عاد ما يسالون ولا يقولون ما يجيبون على الطاره اصلا هاي المواضيع ما يجيبوها طبون والله العظيم معاناة ما بعدها معاناة يعيشها الطالب فوق ما هو داخل مدرسة حكومية رايح بالاقصاد مخلصها وبالخصوص وش كم مادة بالسنة يدرس ووراها وين يروح الجامعة لو قصد مسائي لو جامعات أهلية ومن يتخرج ماكو تعيين والحياة بالعراق الشاب عايش الحياة خسارة بخسارة ماكو شيء مستفاد به هسه فوق ما هو طالب ويقرأ هم يطلع يروح للسوق يشتغل في سبيل يدبر الفلوس وينطيهن الموضوع عفوا فلوس الدروس الخصوصيه وهذا حال الاف الطلاب فما اعرف احنا مستقبل الطلبه مستقبل شبابنا بالمرحله الجايه بالسنوات اللي جايه شنو مبهم محمد شلونك؟ الحمد لله احترق قلبك اي والله تعبان واموري تعبانه شنو الموضوع؟ اكو اجور يوميته 5000 دينار يعني رئيس الوزراء لا مو موظف استئجار يعني رجل يومي يعني يقبل رئيس الوزراء ابنه يقبل يوميته 5000 دينار بهذا العمر يوميته 5000 دينار زين انا مواليد 62 زين يعني 60 سنه عمري اخذ 5000 دينار انا اجاري 300000 سحب 50 زين ومن عدم مصرف بيتي اجاري من شو وقت ايش وقت دوامك؟ من الساعه 6 الصبح للساعه 2 ونص الظهر من يقبل والله هسه موجودين يتابعون هو رئيس الوزراء من طلع هيك رئيس الوزراء ما يقبله 5000 من ينطيها زين انت وين موظف؟ انا استئجار اي وين مستشفى الكرامه مستشفى الكرامه اي كل المستشفيات كانوا ياخذون 300 سووها 150 ليش وقت صارت 150؟ من ذاك الشهر لحد الان ليش؟ يقول ماكو ميزانيه ماكو ميزانيه؟ اي وانت شلون تعيش؟ والله عايشين هيك نجد من العالم زين يا اللي يجي يعطينا زين احنا اجور يومي يعني باشر عقبه يقول بطل انت مو عقد ولا ملك على ملاكته انت استئجار يومي زين واحنا خالين عينه بعدنا الله كنا تعبانين وماكو واحد يسوي لنا حل من يسوي لنا حل؟ الحل من يسوي لنا؟ زين هو رئيس الوزراء يقبل 5000 دينار 5000 يقبل والله ما حد يقبلها ابد زين ما يقبل رئيس الوزراء 5000 دينار شنو ذنبنا احنا؟ احنا شنو ذنبنا؟ عراق ذنبك عراق زين؟ هو ذنبك عراق والله تعبنك اخي تعبت كلش تعبت زين؟ يعني ما يصير من 2007 من 2007 اللي عنده فلوس يمشوه، اللي ما عنده فلوس ما يمشوه
ما حالوكم على العقود؟ لا لا ماكو عقود، كذب، لا عقود ولا ثب، لا ثب العقود راح يثبتوهم. يقول احنا عود من تقرير الموازنه عود يسوي لكم عقد، من يسوي؟ انا من 2007 لحد ما حد سواني، هسه سووني؟ يا جماعه طلعوا على التقاعد بعد، من يسويني؟ محمد بس خلني اجيها حساب عرب 150,000 يوميا 5,000، بيتك وين؟ انا هنا بالعلاوي. بالعلاوي على ما تروح للكرامه كروتك رايح؟ لا ما اروح كروه، اروح مشي واجي مشي. اي هنا قريب علي. زين مشي وترجع. اي كم طفل عندك الله يخليك؟ عندي سته. سته اولاد؟ سته اولاد. يعني هسه ذا يوميا على ربع ربع ما تكفي؟ ما تكفي والله. زين الف الف هم ما تكفي. زين هو يقبل يقبلون امه؟ الوزراء يقبلون؟ ما يقبلون الوزراء. زين ما اشتغل غير شغله العصر؟ لا ما اشتغل. ما تقدر؟ لا ما كبير عمري 60 سنه 60 سنه عمري. انا قضيته بالحرب مع صدام. زين كل شيء معي، انا ضربت بطني لحد كل شيء يسوي لي، كل شيء ما يسوي لي صدام، هسه عاد يسوي لي. تقاعد ما عندك؟ ما عندي تقاعد. لا رعاية عندي لا تقاعد عندي. عايش على 150؟ على 150. هاي طب العالم شوف بالمستشفى كرامه كلها تبكي. كلها تبكي. عايش كم واحد مثل حالتك بالاجور؟ هاي احنا 120 واحد. بس بالكرامه. بالكرامه. من عدد المستشفيات. اكو لا تجوز اكو مستشفيات بيها يعطوها 250 او 300 مو سويه. بس احنا ليش يسوونه؟ ليش من دون العالم ينقصونه؟ زين؟ وجود تعالوا شوفوا السلول بالكرامه. يعني كل العالم ها من يقول لك روح اشتكي بالوزاره، من تروح الوزاره يقول لك من تروح مبطلك. من تروح تشتكي؟ اي يقول لك انا بطلك، من تروح الوزاره تشتكي ابطلك. ما شويه تحققتوا بالموضوع؟ ما لقيتوا وين الموضوع؟ يقول من يقول لك؟ قصوها 150 150 وين راحت؟ زين؟ هاي هم قصوها. وين راحت؟ ما اعرف يقول لك ميزانيه ما عندنا. ومدير الصحة ليش قصها ما أعرف. لا بس اسمح لي محمد، إذا قصوا 150 المفروض على كل الأجور اليوم، صح لو مو صح؟ كل المستشفيات. باقي المستشفيات ما سألتوا؟ ما سألنا. لا نسأل، لا احنا نسأل. إيه؟ بس يقولون اكو جماعة ينطوهم 200 بكرخ الولادة بالذن البيطار. ليش؟ ينطوهم 200 وانتم 150؟ يرموهم يطوهم. ليش؟ ما أعرف شنو السبب ما نعرف. يعني رايحة بجيب ال بجيب بجيبهم. بجيب شو اسمه الحمد لله. والبوق والبوق بالمستشفى بشكل. كله تبوك. ماكو ناس طيبة. زين ماكو ناس، اكو ناس مو طيبة، بس مو هيك يسوون بينا. مو كل شيء فد نوب يطيح حظك؟ يطيح حظك فد نوب؟ واشكرك اني. لا ابو محمد واجب. زين ابو محمد شفت وقضيت. موظف بأجر يومي يوميا 5,000، شريته 150,000 و 150,000 يعني هسه ذا شاب طلع راد يشتري له فد ملابس. وتعشى ورجع هو صارف ال 150,000 ورجع. شهر كامل من الساعة بالسبعة الصبح لحد الساعة 2 الظهر دوامه يروح ويرجع ويوميته 5,000 وعنده 6 أولاد الله يحفظهم له. شنو أنتم من بشر؟ شنو من طينة؟ هاي الناس ما سويتوا له حل، ما قدمتوا هاي الناس، هسه على الأقل رعاية، على الأقل زيدون راتبة، على الأقل مكافأة، سيرفيس يعني امتيازات، بس اللي قاعدين على البخيخ ورواتبهم ملايين وتجي فوقها مكافآت وهاي الناس الفقرة واقعة بيها. الله يقبل محمد. تواصلنا وياكم، خليكم هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. من انت مواطن، خلينا نقول محسوب مواطن عراقي. نعم. ولا عندك بيت؟ ما عندي. ولا عندك وظيفه؟ ما عندي. ولا حقوقك مستلمها؟ لا ما ولا عايش حياه كريمه؟ والله ما. فليش ما يسمونا لاجئين مو مواطنين؟ الهواي يطلعونا لاجئين. لا صدق والله. ليش احنا على هذا الوضع نعتبر لاجئين بالعراق؟ مو مواطن. لاجئين لاجئين. هسه اذا تروح لسليمانيا الا كفي. يعني إلا كفي. هاي سليمانية إبداعتك إبداعت الغالين عندك، أريدك توصل لي بقلبك. من أنت بهذا العمر ولا محصل بيت ولا محصل تعيين ولا شفت كل شيء؟ حياتي إيش؟ 25 سنة بالإيجار. 25 سنة والله العظيم بالإيجار. والله ما عندي. ما تقدر تشتري بيت؟ ما أشتري. لا عندي وظيفة، لا عندي شيء، كل شيء ما عندي. إيجارك إيش قد؟
ايجاري 200 والله. تشتغل؟ عماله والله. عماله؟ اي والله. عماله بها العمر؟ اي والله. كل شيء طاسه؟ والله كل شيء، ايش اسوي؟ مجبور. اي. هسه انا صار لي شهر ما لام لي 300. ماله ايجار؟ اي والله. ايجاري هسه مطلوب علي 200 يعني 400. والايجار ما يعذر؟ ما يعذر. حتى اذا يعذر شهر شهرين هو بالتالي هم رزقه هذا. نعم اي صحيح صحيح. رزقه هذا. اي نعم. والله صحيح. الحياة تخلص هيك؟ والله شو اسوي منها لمن الله ياخذ امانتنا. اي هو منها مو لحد ما الله يفرجها، ما الله ياخذ امانتنا. امانتنا. اللي فيش عمر بعد حتى الفرج ما يلحق. والله صحيح. اي نعم. شو اسوي؟ مجبورين. اولادك طلاب؟ واحد وياي كان هنا عماله وخلوه راح. ما شابه ما زوج من العماله. اي والله يدرس ولا ما يدرس؟ لا والله ما يدرس، ما في دراسة. قد عمره الله يخليه؟ عمره 25 سنة 26 سنة. وش يشتغل هسه؟ عماله والله قاعد تو راح البيت. كان هنا قاعد؟ اي والله. قام قاعد له كم يوم وراح. تزوجت ولا لا؟ لا والله بعد. منين الزوجة؟ وين الزوجة؟ وشلون على يا وضع الزوجة؟ ما عندي والله. اي والله. تبقى هيك الحالة؟ شو اسوي؟ منها قلت له قبل. جديات جاية تبقى هيك؟ هاي دولتنا وهاي. مقتنع؟ لا والله ما مقتنع. ومن مقتنع اصلا على هذا الوضع؟ لا هاي دولتنا اصلا حتى المقتنع كذاب. والله صحيح. والله نعم والله العظيم. شو تقول لي ابو؟ ما حد مقتنع استاذ علي، ما حد مقتنع بحياته. احنا دولة شيعية مو شيعية، صارت علينا انتقام. هسه نركض وما مامنين حياتنا. حبيبي. انا مواليد 79 واركض دق علي الواد عماله، لا راتب. لا قاعد الله مسوينا لا شيء، كل ما مسوينا. انتم العصير تخلصوا هنا من ضيمكم وقت. هذا الحر وهاي الافران والدنيا هاي كلها علينا، وين تروح؟ تقعد بالفندق تنتهي. قاعد شقه لو والله بيت. لا انا بهالفندق. مأجر هنا بالفندق؟ اي والله. لا لا بس انا عايش ايش اسوي؟ عائلتك وين؟ بالناصيه. انت من الناصيه؟ اي نعم اي. من لا من الناصيه. جاي هنا؟ اي والله شو اسوي؟ جيت بغداد حتى تدور شغل؟ شغل اي والله. حتى شغل ماكو بالواسطة هسه، شغل بالواسطة هسه ماكو. حتى ببغداد؟ اي بالحسين. بالواسطة، إذا ما عندك عرف ما تشتغل. اي هاي شغل. والصبح بالمصدر هنا؟ اي والله نروح الحي العام. تكون هنا؟ اي والله. تحصل شغل تحصل، ما تحصل نرجع ننام. أبو علي الله يسعدك. أعلم الله يسعدك. شلونك؟ شو صار لك بهاي الشغلة وبهاي البسطية الموجودة؟ والله صار لي 15 سنة. 15 سنة؟ اي والله. بهذا المكان؟ لا والله اتجور، كنت بالمحافظات، هسه قمت اقعد هنا ما اقدر. زين. 15 سنة على هذا الحال. اي والله. ليش؟ ما في شو تسوي. تقاعد ما عندك؟ كل شيء ماكو، بس رحمة الله. علي ابنك الله يخليه، ولدك يعينونك. عندي بس وليد واحد ومعوض. معوض؟ الله يكرمك. وين قاعد؟ يم الكرامة هنا والله. مأجر؟ اي والله مأجر. مأجر؟ ايش قد ايجاره؟ والله 250. وهذا العمر؟ الله يكبرها. يعني بس بهذا العمر تشتغل وما عندك بيت، لا انت ولا عائلتك، وعلاه ابنك الله يخليه معوق من ذوي الاعاقه، حقوقه ماخذها لو ما ماخذها. والله كل شيء ماكو. كل شيء ماكو؟ يعني شلون عايشين بالعراق؟ عايشين صدق والله، يعني واحد شلون يعيش بالعراق؟ هسه بهذا العمر واحنا الشباب هسه هم نباوع، احنا بنشوف هيك حالات هم بعد يصيبنا الاحباط. ماكو دافع معنوي يخليك تشتغل، ما اصلا شغل ماكو. عادي شو تسوي هاي؟ هسه بهذا العمر المفروض قاعد. واذا ما تستلم تقاعد فتستلم رعايه اجتماعيه، صح لو مو صح؟ والله هسه مثلك قاعد ومرتاح وغير جو، هم يطلع هيك يغير جو، مو يطلع للشغل. ما اشتغلت قبل؟ ما شفت موظف؟ لا والله ما توظفت. شلون؟ ما توظفت، كل شيء ماكو. ما توظفت؟ لا والله. بس انت بيك حيل توقف؟ لا والله ما بي، عندي جلطه هم. لو بيك جلطه؟ الله اكبر. راح تبقى واقف هيك؟ هي شوي اضطر وشوي اخذ بعضي واروح. رزقها الله، رزقها ما رزقها، هذا الواحد يطلع يتوكل على الله. ايش قد تحصل باليوم؟ والله حصل لي 10 15 اذا اكو حركه. اذا اكو حركه؟ اذا اكو حركه هسه انا ما محصل 2000 دينار. ما محصل 2000؟ والله شو تسوي؟ الله يكون بعونك ابو علي. شو تسوي هاي؟ والله العظيم يعني بعض الحالات اللي جاي نشوفها او اكثر الحالات اللي جاي نشاهدها بالعراق، من النادر شفت مثلا حاله صار لها حل. هاي الاف ملايين الناس اللي مثل ابو علي، هسه ابو علي بهذا العمر ما
من يقبل عليه او من يقبل على والده بهذا العمر وكبير وبعربانته ويفتر وما بيه حل حتى يمشي. هو عنده ابن من ذوي الاعاقه، لا حق ماخذ، لا هو ماخذ حقه، وبيت ما عنده بالايجار قاعد. حياته يا شباب، عيش ديش، شلون واحد يعيش بالعراق؟ هذا الوضع يعجبكم؟ ترى الناس حقها من تطلع وتحكي وتنتقد لان من ضيمها ومن جورها، يجوز ما حاسين بها انتم، بس هو ابو علي هسه من واقف على الالف والالفين وماخذ العربانه هيك وجايب العربانه هيك. على شنو؟ غير حتى ياكل؟ هو والله العظيم مرات احيانا تخلون الواحد ما يعرف بيا لغه يحكي وياكم، بيا لغه يخاطبكم، لان كل اللغات جربناها، حتى لغه الاشاره، لغه العميان، لغه الصمت جربناها وما ما 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 نفعت ولا جابت نتيجه من يا بشار من يا من اللي. نتمنى ان شاء الله، احنا نتمنى يا امني يا بلاش، فنتمنى ان شاء الله العراق، نتمنى هاي الناس تاخذ حقها يعيشون حياه كريمه. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يا من الناس. إلى اللقاء.